قال رئيس السيسي إن الدولة المصرية لم تعكس التكلفة الحقيقية للسلع والطاقة على المواطنين. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على توفير مخزونات للسلع لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا بفضل بنيتها التحتية. أول حاجة احنا حريصين عليها إن احنا ما نعكسش تسعير لا الطاقة ولا السلع بتمنها الحقيقة على الناس، وده الحكومة اشتغلت عليه، ويمكن حزمة إجراءات الحماية اللي اتعملت اللي احنا أعلنت عنها من أول هذا الشهر يمكن تكون داخلة في هذا الإطار. ثم طبعا المبادرات اللي موجودة لتوفير السلع دي في الأسواق بأسعار يعني تكون مش ما تشكلش عبء على الناس بشكل كبير. يبقى توفير السلع اتوفرت، محاولة تقليل تكلفتها ما أمكن وتعكس الأسعار العالمية بنجري على ده عشان المواطن ما يعانيش أكتر من كده. أنا بقول الكلام ده عشان تبقوا عارفين إن إحنا يعني كمسؤولين حرصين على إن إحنا ما تبقاش الأمور الضغطة على الدنيا كلها وضغطة علينا كمان، إن إحنا نصدرها لكم بقدر الإمكان بقدر الإمكان. يهمني هنا أقول إيه، إحنا عندنا توفير للسلع الأساسية، كنا حريصين خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا من 2016 دكتور مصطفى وحتى الآن على إن إحنا يبقى عندنا ما يقرب من 6 شهور 5 6